السلام عليكم، احنا في نيل اسوان. وطالما اتكلمنا عن النيل يبقى لازم نتكلم عن الزراعه. الزراعه ديت اختراع مصري. مصر لما اخترعت الزراعه نقلت البشريه كلها طفره ضخمه جدا جدا نحو المدنيه والرقي والتحضر. الطفره دي يا جماعه ترتبت عليها الصناعه، والصناعه جاء منها الفنون. لما المصري القديم اخترع الزراعه قدر يخترع الفاس، وقدر يخترع المنجل، وقدر يخترع الساقيه، وقدر يخترع الشادوف. كل دي مكونات. لما اخترع الزراعه بقى في منتج قدر يخترع معصره، وقدر يخترع النسيج من الكتان. الزراعه نقلت البشريه نحو الرقي، ونقلت البشريه نحو التحضر، ونقلت البشريه نحو الحضاره. لما بنيجي نقول ان مصر جدار الحضاره، معناه ان مصر صاحبه الاوليات، وصاحبه الاوليات هي اللي بتوجد الشيء من العدم. مصر اوجدت الزراعه من العدم، علشان كده بنقول مصر صاحبة الأوليات. اختراع الزراعة، الاختراع المصري اللي نقل البشرية طفرة نحو المدنية ونحو الرقي. هدعوكم لزيارة نهر النيل والاستمتاع بجو مصر من أسوان، جزيرة فيلة، أحمد الشاهد، جدار الحضارة. تحيا مصر.